هذه الطوابير هي ميراث طويل للبيروقراطية في طريقة تعاطي المصالح الحكومية المختلفة لتقديم خدماتها للمواطنين. واليوم يبدأ فصل جديد من السياسات الإدارية للدولة المصرية، يحمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على عاتقه استراتيجية تنفيذها على كافة الأصعدة، سواء للمواطنين أو المستثمرين. من البداية عندنا نوع من أنواع التعامل الورقي، وأيضا لدينا نوع من أنواع التحول الرقمي، فهيبقوا ماشيين زي ما بيقولوا هاند اون هاند مع بعضهم. بالتأكيد التحول الرقمي هيؤدي إلى تقليص إجراءات العمل، هيؤدي إلى تقليل المتطلبات والمستلزمات اللي احنا بنستعملها في الشغل، وبالتالي هيساهم في ترشيد الإنفاق أيضا داخل المؤسسات الحكومية المختلفة. الإصلاح التشريعي والمؤسسي وبناء وتنمية القدرات وإنشاء قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة هي المحاور الخمسة التي تمثل خطة الإصلاح الإداري المصري الجديد عن طريق تطبيق معايير الحوكمة والتحول الرقمي، وهي الخطة التي أعلن عنها في ورشة عمل أقامها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إطار دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز مناخ الاستثمار. في إدارة لازم تنشأ في كل الجهات داخل الدولة اسمها إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي. بالتأكيد التحول الرقمي بيؤدي إلى نوع من الانضباط داخل أعمال الإدارة العامة، وفي نفس الوقت بيسر على الناس حياتهم، وبالتأكيد له دور كبير في الوقاية من الفساد. الإصلاح الإداري في مصر، الرؤى والخطوات، هو عنوان ورشة العمل التي عقدت على مدار 3 أيام بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية، والتي ناقشت أيضا دمج الخدمات الحكومية تحت مظلة واحدة لتخضع للرقابة والإشراف والتطوير المستمر بالتوازي مع الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل لمواكبة التحول الرقمي العالمي. من خلال مكانة الإجراءات وتكامل قواعد البيانات وفصل متلقي الخدمة عن مصدرها من خلال التكنولوجيا، سواء باستخدام الكمبيوتر أو المحمول الشخصي، الموبايلات أيا كان، نقدر إن إحنا في الحالة دي نضمن الشفافية، لأن محدش شاف حد ومحدش عارف حد. أوراق العمل التي طرحت اتخذت العاصمة الإدارية الجديدة نموذجا للإصلاح الإداري بوصفها مدينة تجسد التنمية المستدامة، حيث تعمل من خلال الذكاء الاصطناعي، وقد وضع الجهاز عدة شروط للمنتقلين للعمل بها. دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تضمن التعاون مع الجهات المختلفة في عملية تقييم الموظفين المرشحين من الزميلات والزملاء للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وأيضا التعاون في تنفيذ عملية التدريب، وأيضا التعاون في ضمان حياة مستقرة لهم داخل العاصمة. مكافحة الفساد الإداري وتعزيز بيئة الاستثمار وحوكمة الإجراءات الحكومية، رسائل هامة يبعث بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تحول جديد أقرته الدولة، التي تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تحقق رؤية مصر 2030. أسماء خليفة، مصر جديدة، ETC.